السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي في الله، في هذا الفيديو سنشرح لكم كيفية إعادة ضبط مصنع لهاتف نوكيا الذي يدعم شريحتين. تابعوا معي الشرح حتى النهاية. نقوم بتشغيل الهاتف ثم ندخل على قائمة الإعدادات، ثم ننزل إلى قائمة إعدادات ضبط المصنع. إذن هكذا لقد تمت إعادة ضبط مصنع لهذا الهاتف بنجاح. إذا أردتم مزيد من الفيديوهات لا تنسوا ترك ذلك في التعليقات ولايك للفيديو ودعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.